بسيادة اللواء دكتور أحمد جاد منصور مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة السابق. بنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا بنتي. أهلا وسهلا. في البداية حابة أعرف رأي حضرتك في المؤتمر النهاردة. المؤتمر بتاع النهاردة ده مؤتمر رائع جدا الحقيقة. أولا لأنه تم تنظيمه بالكامل من خلال الشباب، دي حاجة فارقة جدا. يبقى دي رسالة لكل الناس إن الشباب أصبح عنده القدرة على أنه ينظم مؤتمرات علمية على أعلى درجة من الجودة والتنظيم والموضوعية. ده نمرة واحد. النمرة اتنين، المؤتمر ده مؤتمر علمي وليس مجرد مؤتمر عادي أو ترفيهي أو كده. يبقى دي رسالة تانية برضو لكل شباب مصر أن الشباب دلوقتي أيقن أهمية العلم وأيقن ضرورة العلم، وبيفكر بأسلوب علمي وبيثمن قيمة البحث العلمي والتعليم. دي برضو حاجة مهمة جدا أنا يعني خدت بالي منها، ودي رسالة لكل الناس إن احنا لازم نتعلم صح، ولازم نتعلم العلم التكنولوجي الجديد، ولازم نحدث نفسنا في التعليم، ولازم كل إنسان بيتعلم يخاطب نفسه الحقيقة إن هو لازم يتعلم بجد. بلاش التعليم الصوري، بلاش التعليم اللي هو خارج إطار المنافسة، بلاش التعليم اللي هو يخلي قدراتنا الإنتاجية أقل بكثير جدا من المطلوب، بلاش التعليم اللي هو يخرجنا من دائرة المنافسة الدولية والعالمية في المنتجات اللي احنا بنعملها، مش كده؟ عشان إذا كنا عايزين تنمية حقيقية يبقى لازم يكون عندنا عقول على أعلى درجة من العلم وعلى أعلى درجة من الثقافة، ويبقى قيمة الإنسان المصري المتعلم المثقف هي قيمة مساوية ومنافسة للعقول اللي موجودة في الدول المتقدمة. الجو ده لو قدرنا نوفره هو ده اللي هيعمل لنا تنمية، هو ده اللي هيعمل لنا منافسة، هو ده اللي هيمكننا من التصدير للخارج، هو ده اللي هيرفع مستوى المعيشة، هو ده اللي هيجيب لنا العملة الصعبة من الخارج بدل ما احنا عمالين نطلع العملة الصعبة عمالين نطلعها للخارج عشان بنستورد، ويتغير الحال بقى من دولة نامية لدولة متقدمة، من دولة استهلاكية إلى دولة منتج. كويس. فده يعني أنا بتوجه بالشكر الحقيقة لكل الشباب سواء في جمعية طلائع مصر أو في جامعة حلوان. بتوجه بالشكر للسيد الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لأنه راعى هذا الجهد الحقيقة، وده ساهم إلى حد كبير طبعا في نجاح هذا المؤتمر. وبقول للشباب استمروا في هذا النهج وانشروا ثقافة الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، لأنه الطريق الوحيد فيش طريق تاني لأحداث التنمية والتقدم. حضرتك كان ذكرت التعليم الصوري بقى والتعليم الفعلي، من خلال الواقع اللي احنا بنعيشه والتعليم داخل الجامعات، حضرتك شايف التعليم الصوري بيكون ازاي والتعليم الفعلي المثمر بيكون ازاي؟ التعليم الصوري الحقيقة ان انا ابقى راجل مش جد او طالب مش جد او حد من ولادنا او بناتنا يكون مش جد في التعليم. ده بالنسبة للايه؟ للطالب. لازم كل واحد يخاطب نفسه انا لازم يبقى لي قيمة حقيقية من حيث التعليم والثقافة. ليه؟ لان انا مفروض ان انا اشارك مع غيري في تنمية بلدي. هتقدري تعملي تنمية ازاي وانت حاسة ان انت فيش اضافة، مفيش قيمة مضافة حصلت في عقلك من هذا التعليم؟ هتلاقي نفسك مش قادرة تنتجي ولا قادرة تعملي اي اضافة او اي تحديث او اي تطوير داخل بلدك. خلي بالك المتغيرات بقى والمستجدات التكنولوجية في العلم في العالم متسارعة جدا 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 جدا. ده يخلينا نتكلم على المحور الثاني، ان لازم وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي تتطور وتحدث المناهج أول بأول. يبقى في دور للجهات الدولة الرسمية وغير الرسمية لتحديث المناهج والمقررات بحيث تبقى up to date، وفي نفس الوقت الطالب ياخد الأمر بجدية عشان هو حتى يحس بقيمته العلمية، وفي نفس الوقت ما عنده القدرة على المساهمة في تطوير وطن. ده العلم الحقيقي، ده العلم الموضوعي، ده العلم اللي بجد، ده العلم اللي له قدرة تنافسية مع الدول المتقدمة. أما العلم الصوري بقى لا، فرق كبير جدا. لما أجي أقول لك في العلم الصوري إن الطلبة أو بعض الطلبة ما بتذاكرش، بعض الطلبة ما بتحصلش، بعض الطلبة
بتنشن على موضوعات معينة تخش تقولها في الامتحان وتروح بعد شهر اتنين خلاص ما فيش حاجة مش كده؟ بعد الطلبة تقولك أخش هذا وخلاص. ما فيش موائمة بين سوق العمل وبين التعليم الفعلي والمناهج. دي قضية كبيرة جدا برضو، بس هي في محور تاني هقولك عليه دلوقتي، إنما خلينا في حتة الصورية إن الطلبة ما بذاكرش كويس، طلبة بتنشن، طلبة بتجري ورا الدكاترة عشان تاخد الأسئلة وتاخد الامتحانات. إيه عندنا مشكلة برضو فساد حصلت في تسرب الامتحانات في الواقعة الأخيرة دي، ما أقدرش إن أنا أفوتها، ما أقدرش إن يبقى في تسرب في امتحانات الثانوية العامة ويجي ناس ما بتذاكرش طول السنة وتجيب 100% نتيجة تسرب الامتحانات دي، والطلبة يعني اللي هي بتذاكر طول السنة من ومش في دماغها موضوع التسريب والغش والكلام ده كله، تجيب مجموع اقل ونلاقي ده اللي داخل كلية اللي هو عايزها والتاني مش قادر يخش. فهي يعني في شويه حاجات كده بتؤدي الى التعليم السوري، ثقافه الغش وتسريب الامتحانات والفساد اللي موجود وعدم الجديه من الطلبه وعدم القيام بتطوير مناهج التعليم باستمرار. مفروض كل دكتور في كل كليه في بداية كل عام لازم يقدم المؤلف بتاعه على أحدث مستوى ويتم مراجعته من قبل لجنة متخصصة في التخصص بتاعه. ليه؟ عشان حضرتك لما تيجي تدرسي تبقى عارفة أنك بتدرسي وفقا لكل التكنولوجيا الجديدة، وفقا لكل المتغيرات الجديدة، وفقا لكل المستجدات اللي حصلت في العالم كله، وإلا هيبقى التعليم بتاعك أقل من التعليم اللي موجود، يبقى أنت كده مش هتقدري تبقى منافسة لسوق العالم. خدت بال حضرتك؟ أدي الفرق بين التعليم الحقيقي اللي بيقود إلى التنمية والتقدم وبين التعليم. خلي بالك التعليم السوري ده بقى على مستوى الأسرة وعلى مستوى الدولة يهدر الجهد ويهدر المال، وعلى مستوى الدولة بيهدر الميزانية. طب يعني انا بصرف ملايين وبدعم التعليم ماشي، النتيجه ايه؟ النتيجه ايه؟ ما بستفدش بيها. المفروض ان لما باجي اصرف حاجه لازم يبقى ليها مردود معين انا بنتظره، صح كده؟ بصرف على اولادنا دول عشان يجوا ايه يشتركوا في التنميه والحاجات دي. طب اذا كان التعليم بتاعهم مش مظبوط هنقدر ان احنا نعمل الكلام ده؟ يبقى انا كده زي ما اكون برمي فلوس من غير اي مردود موجود. فلازم ناخد بالنا من الكلام ده ونعدل ثقافتنا ونعدل دماغنا ونشتغل بجد. وهقول لك كلمة، طول ما الإنسان ما بيشتغلش بشفافية وموضوعية ومصداقية تحقيق الأهداف هيبقى مش مظبوط الحقيقة. طب حضرتك شايف مع تطور الثقافة في الفترة اللي عدت وفي حروب دلوقتي الجيل الرابع والجيل الخامس، فدلوقتي بقى الحرب مش بالسلاح، ما بقاش حد بيضربنا بطبنجة، لا دلوقتي بقى الحرب بالفكر. فتحب حضرتك شايف ان الشباب وإقامة المؤتمرات اللي زي دي ايه دورهم في مواجهة الحرب دي؟ سؤال جميل جدا. فعلا الحروب اتغيرت، والغزو من الدول اللي عايزة تغزو دول العالم النامي أساليبها اتغيرت خالص. زمان كان جيوش بتحتل جيوش وحروب بتقوم والناس تروح وتحتل دول وبتاع، وبعدها بفترة ابتدى الغزو الاقتصادي ان هم يدوا منح وهبات ومعونات اقتصادية عشان يعني يطوعوا او ان هم يأثروا على دول معينة عشان يخشوا فيها ويستغلوها ويستغلوا موردها. دلوقتي بقى القصة مختلفة خالص، وهو قاعد في مكانه، هو قاعد في مكانه بيعمل غزو ثقافي وبيدي مفاهيم مغلوطة لمصلحته، بحيث ان هو يخلي الدولة اللي هو عايز يستغلها يا اما تقوم فيها حرب اهلية، يا اما تقوم فيها فتنة طائفية، يا اما تقوم فيها ثورات وانقلابات على اساس ان ايه يقدر ان هو يخش بعد كده بزعم حماية هذه الدولة. زي ما قالوا في العراق من 10-15 سنة، قالوا ان ايه فيها ديكتاتورية وعايزين نعمل ديمقراطية، وفضلوا وراها لغاية طم خربوها وجابوها الارض، وكل الشركات بقى اللي هي اللي بتاعت الصهيونية والامريكية والكلام ده كله دخلت تستنزف البترول وكل خيرات العراق. هي دي الحروب الناعمة بقى، بالاضافة الى السوشيال ميديا. طبعا انت عارفة دلوقتي العالمية والاتصالات اللي موجودة
يعني ما بيخترق أي في دولة في أي مكان في أي دولة أو في أي مكان. أنا هنا ببعت رسائل للشباب الحقيقة، ببعت رسائل للشباب بقول لهم خدوا بالكم مش كل كلام عن الحقوق والحريات تاخدوه بمنطلق أخلاقي، لا أنت ذكي وبتفهم، شوف مين اللي بيتكلم وبيتكلم إمتى وبيتكلم من خلال إيه، وحاول تكتشف الأهداف الحقيقية من وراء الكلام على الموضوع ده، هتلاقي له أهداف تانية خالص مش خاصة بمصر، لا ده خاصة بالدول التانية. تكير خلي بالك، ندي مثال، ندي مثال صغير، كل الناس بره اللي ضدنا تكلمك عن ان في تعذيب وفي معتقلات وفي اختفاء قسري وفي معاملة غير حسنة من الشرطة، دي طايفة حقوق كده هما بيقعدوا يتكلموا فيها ما بيكلفوش حاجة، ما بيكلفوش حاجة. لما في طايفة تانية من الحقوق كل الناس عايزة تتمتع بيها ما يكلموش عنها خالص بقى، حقوق المرأة، رفع مستوى المعيشة، التنمية، الكلام ده ما يلزمهمش ما يكلموش فيه، يدفع عجلة التنمية ما عشان نفضل ايه، ايوه، وهم لهم بقى شغل تاني مستنين يوقعك الاول وبعدين هو يجي ياخد التنمية بتاعتك ويمشي. فناخد بالنا كده ان اللي بيتكلم بيتكلم لمصلحته، هم اخلاقهم مش احسن مننا، هم مش حريصين على نفسهم اكتر مننا، هم مش عايزين يحموا البلد اكتر مننا. نتنبه كده ويبقى عندنا فلترة كده في دماغنا ونشوف بس ايه الاهداف الحقيقية من وراء هذا الكلام ده، نمرة واحد. الحاجة التانية اللي انا عايز اقولها في السؤال بتاع حضرتك، ان احنا لازم برضو رسالة للشباب ان اتعلموا صح يا اولاد عشان نقدر ان احنا نساهم في التنمية لبلد. ف حقيقة يعني هي الشباب هو المحك، بصراحة الشباب هو المحك، هو القادر دون غيره الحقيقة على إحداث كل ما هو خير لبلدنا الحبيب إن شاء الله بإذن الله. في الختام بقى رأي حضرتك في قناة جامعة جنوب الوادي. والله أنا مؤمن جدا 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 برسالة الإعلام جدا، لأن ممكن لو حضرتك سيدة أعمال مثلا وعمل جهد رهيب جدا، أو أي إنسان في وزارته بيشتغل وعمل شغل رهيب جدا ولا تعلمي عنه، ما بتعرفيش الناس الجهد اللي عملتي إيه والإنجاز اللي عملتي إيه والمراحل اللي وصلتي لها إيه، خلاص ده مش كده، وكمان ده هيتعرض للنقد كمان، هو الراجل ده قاعد يعمل إيه، هو الوزير ده بيعمل إيه، هو المحافظ ده بيعمل إيه، إحنا مش سامعين عنه ليه، الله ده انت عملت وتعبت وسهرت وانجزت وعملت طرق وعملت انفراستراكشر وعملت وعملت وعملت، طب ما تقول للناس، بالعكس هتاخد نسبة رضا وهيتابعوك وهيكملوا معاك وهيحسوا بالامل. فالاعلام الحقيقة اعلام مؤثر جدا، ومن هذا المنطلق انا يعني سعيد ان انتوا بتعملوا قناة للجامعة، وفي نفس الوقت على الصعيد الاخر الإعلام من الجامعات التطبيقية، وحضرتك هتطلعي مذيعة أو معدة أو منتجة أو رئيس تحرير أو صحفية أو أي مكان، ها لازم يبقى عندك تدريبات عملية. من ضمن الأدوات العملية إن يبقى عندكم قناة واستوديو وتقعدوا وتتكلموا وتتقمصوا اللي هو السيميليتور، وتبتدوا بقى تتدربوا عشان يوم ما تتخرجي تشتغلي على طول. ان شاء الله ان شاء الله. دي اللواء الدكتور احمد جاد منصور، بنشكر حضرتك يا فندم. بشكرك جدا، وانت يعني لسه في الكليه اهو متميزه جدا، فان شاء الله نتنبأ لك وكل زمايلك بالمستقبل باهر ان شاء الله. شكرا لحضرتك، تشرفت بالقائمه حضرتك. شكرا.